العمل المشترك بين الدول الإفريقية الأعضاء بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة اليسسكو ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو الهادف إلى تسجيل بعض الألعاب الشعبية التقليدية الإفريقية على قائمة لوائح التراث الثقافي اللامادي. تتنزل فعالية هذا الاجتماع التنسيقي الإفريقي الأول حول ملف تسجيل ألعاب الضامة التقليدية تراثا غير مادي على لوائح اليسسكو واليونسكو للتراث غير المادي. إن الحفاظ على الموروث الثقافي يعتبر شرطا أساسيا لصيانة الهوية الثقافية الجامعة بين الأمم والشعوب، وهو ما يتطلب منا العمل على تقديم العديد من الملفات المشتركة لتسجيلها على قوائم منظمة العالم الإسلامي وكذلك قوائم اليونسكو، تجسيدا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني وتنفيذا للسياسة العامة للحكومة. وانطلاقا من ذلك، فإن قطاع الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان يولي هذا التوجه اهتماما خاصا. يأتي اختيار ألعاب الضامة بوصفها إحدى رموز التراث التقليدي الإفريقي المشترك. يتنزل اجتماعنا اليوم في إطار اهتمامنا المشترك بالتراث والعمل على تثمينه، خاصة شقه اللامادي الذي يتقاسمه أكبر عدد من المدن والدول الإفريقية والمتمثل في مختلف الألعاب التقليدية الشعبية الرائعة التي تختزل عمق ثقافة الشعوب الإفريقية وتنوع مهاراتهم. تسجيل ألعاب الضامة التقليدية يدخل في إطار الجهود التي تقوم بها الدول الإفريقية للمحافظة على الهوية التراثية الإفريقية من التلاشي والاندثار. منظمة العالم الإسلامي تجمعنا، هذه هي رؤية معالي الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، والتي يضع في أولوياتها حماية التراث والثقافة والتنمية في إفريقيا. هذه الألعاب الآن موضوع لتعاون بين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي مشكورة وقعت مبادرة تعاون مع المنظمة من أجل دعم إنجاز هذا الملف في جميع الدول الإفريقية. يحضر الفنيون من مختلف البلدان الإفريقية لإعداد ملف عن الألعاب الذهنية لعبة الضامة أنموذجا لتقديمه لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة كملف مشترك يجمع بلدانا وحدها الدين والجغرافيا والثقافة، وهي مناسبة لأشكر وزارة الثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة على تمويل هذا المشروع التراثي، لما تعكسه هذه المبادرة من اهتمام بالتراث الإنساني وانخراط في الهم الإسلامي أينما كان. ولأشكر كذلك منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة على الإشراف والتنسيق المحكمين. السيدة فاطمة فيصل النصور ممثلة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الاجتماع أكدت في مداخلة لها عبر تقنية الفيديو اهتمام دولة الإمارات الشقيقة بالتراث الإفريقي ودعمها للموروث اللامادي وصيانته وتثمينه. يشهد هذا الاجتماع التنسيقي الأول مشاركة ممثلين عن 27 دولة إفريقية عضوا بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة. نحن مرتاحين بعد نواكشوط اليوم فيه مؤتمر دولي لدولة إفريقية عربية لاهي تشوف طريقة لعب ضامة وتعود بالنسبة لنا الاتحادية الموريتانية لضامة قطعنا واطية مهمة في إنجاز ما نصبوا إليه اللي هو عظام تتعود لعبة دولية معترف بها وتمارس على مستوى دولي وتعقب توصل لتعود لعبة أولمبية. من شأن تسجيل ألعاب الضامة التقليدية على قائمة التراث في العالم الإسلامي وقائمة التراث العالمي صيانة وتثمين التراث الإفريقي غير المادي.